مصطفى بتتاجر في المخدر؟ أنكر جاهز؟ يا ساتر اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاضر عن المتهم التمس البارز عن الدفع وبطلان القبض والتفتيش انتفاع حالة محل التلبس عدم معقولية الوقع على النحو الوارد بالأوراق. السيد محرر المحضر اخترق حالة وهمية من التلبس سيادة المستشار يدفي الشرعية لإجراء بطل وقبض على المتهم. السيد محرر المحضر لم يعرف قنة الجوهر المخدر الذي بحوزة المتهم إلا ما وقعت علبة السجائر على الأرض. هو دون ذلك لا يعلم قنة الجوهر المخدر ثم التقطها وفحصها ومن هنا عرف انه مخدر. ما قبل ذلك انه لا يعلم قنة هذا الجوهر المخدر الا بعد التقاط القطع المنفرطه من علبه سجائر على الارض. اما في معانه فيما يخص عدم المعقوليه فليس من المستصعب عقلا ان تاجر المخدرات ان يلقي بدليل دانته امام السيد محرر المحضر وهو معاون ان يلمي علبه السجائر قصاده ويقول له خد ابعد عليا وقع غير منطقيه ولا اتفق مع مجريات الامور. بل بامكان التاجر المخدرات اللي هو من المفترض انه عارف محرر المحضر وعارف الناس دي كلها وعارف خط سيره وهو بيحس بوجوده ان يلقى علبة السجائر او يقذفها في مكان بعيد او يدسها تحت قدميه معالي المستشار او يلوس بالفرار منذ الوهله الاولى. ابنان عليه يا استاذ التمس مع الشرطه.